بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جعل هذه الأمة وسطا، بمعنى أنها عدول خيار، لأن الله سيستشهدها على الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم وقامت عليهم الحجة وكانت أمة وسطا، لأن الشاهد يشترط فيه شرطان، اشترط فيه شرطان: العدل والخيار. فتوفرت في هذه الأمة شروط العدالة والخيار، استحقت بذلك أن يستشهدها الله على الأمم يوم القيامة. وكيف يشهدون على الأمم يوم القيامة وهم آخر الأمم؟ يشهدون بما بلغهم رسولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أن الرسل بلغوا أممهم وقامت الحجة عليهم، وهذا في القرآن، كما قص الله عن قوم نوح وعاد وثمود وسائر الأمم. قص الله علينا نبأ الأنبياء مع أممهم وما قالوا لهم وما ردوا عليهم، فنحن نشهد بما جاء في هذا القرآن الكريم من قصص الأنبياء والمرسلين والأمم الماضية. نشهد بذلك على الأمم يوم القيامة لتكون شهداء على الناس، والذي يزكينا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذا فضل لهذه الأمة نالوه من الله سبحانه وتعالى، وهو ينسحب على كل أفراد هذه الأمة المحمدية من أولهم إلى آخرهم، أنها أمة عدل خيار. وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية التي هي آخر الأمم. ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس، بل لجميع الثقلين الجن والإنس. أرسله الله بشيرا ونذيرا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وهو خاتم النبيين، وهو الشاهد على الأمم عند الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله عليه من الكتاب الذي فيه أخبار الأولين والآخرين، كما تقرؤون ذلك في القرآن الكريم من أخبار الأمم وأخبار الرسل وما مضى وما يأتي، فهو شامل لأحوال الناس إلى يوم القيامة،
ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني القرآن. وقيل ما في الكتاب يعني اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك أن يكون ما فرط الله في اللوح المحفوظ ولا في القرآن من شيء إلا وبينه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن العظيم بين أيدينا، حفظه الله من التغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ هذا القرآن، لا يغير ولا يبدل، ولا يزال غضبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان عند قيام الساعة. لأن القرآن بدأ من الله جل وعلا وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ لا يتطرق إليه نقص ولا يتطرق إليه خلل ولا تمتد إليه يد مبطل، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور هذه الله وكل حفظها إلى أهلها حرفوها. أما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه، ولم يكن حفظه إلى أحد، بل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى لأنه حج على العباد. فنحن نقرأ فيه أخبار الأمم السابقة، ونقرأ فيه أخبار الأنبياء والمرسلين، ونقرأ فيه حتى أخبار السماء والملائكة المكرمين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة النبوية مفسرة للقرآن الكريم، وهي الوحي الثاني. الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني السنة التي تفسر القرآن. قال تعالى: وما ينطق، في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسؤولية علينا عظيمة، مسؤولية علينا جماعة وأفرادا وعلماء وعوام، المسؤولية علينا عظيمة أن نقوم بهذا الدين في أنفسنا أولا، ثم نبلغه لغيرنا وندعو إليه ونحافظ عليه. فهو مسؤوليتنا جميعا، وكل مسلم في هذه البلاد فإنه على ثغرة من ثغور الإسلام. الله أن يؤتى الإسلام من قبله. كلنا مكلفون بحفظ هذا الدين والعمل به والدعوة إليه، أمانة الله جل وعلا في أعناقنا، وسنسأل عنه يوم القيامة. فهو حجة لنا إن عملنا به عند الله سبحانه، حجة لنا عند الله، أو حجة علينا إن أعرضنا عنه وتأخرنا عن القيام به، فإنه حجة علينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أيها الأخوة، كل مسلم منا فهو على ثغرة من ثغور الإسلام. كل واحد منا يعمل لهذا الإسلام، كل واحد منا يعمل لمصلحة نفسه ومصلحة إخوانه، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد،
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما تحب لنفسك الخير وتكره له الشر، كذلك تحب لأخيك الخير وتكره له الشر. هذه الأمة المحمدية التي امتازت على سائر الأمم بهذه المنزلة العظيمة، وستسأل عن هذا يوم القيامة. كل فرد منا، من كل من في السماوات والأرض، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان بالعمل لا بالنسب، أن يكون من قبيلة فلان أو من قريش أو من بني هاشم أو من، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعرفة الأنساب هذا ليس لأجل التقدم عند الله بنسب. الله جل وعلا إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ولا ينظر إلى صورنا وأموالنا. فسلمان الفارسي وبلال الحبشي من سادات الصحابة، وأبو لهب وأبو جهل من قريش ومن بني هاشم ومن بني مخزوم، ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار، لم ينفعهم نسبهم. سلمان الحبشي وبلال سلمان الفارسي وبلال الحبشي من سادات الصحابة ومن سادات الأولياء، هذا حبشي وهذا فارسي، ما هو عمهم بعرب، ولا من بني هاشم ولا من قريش. وأبو جهل وأبو لهب من بني هاشم ومن بني مخزوم، ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بما ينجيهم من النار، ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه، فلم ينفعهم نسبهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم لنعلم أيها الإخوة أن كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام، يعمل للإسلام في أي مجال، هو يعمل للإسلام، في الجندية، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، كل يعمل لهذا الدين ولهذا الإسلام بعمله، لأن الأمة بحاجة إلى مجموعة الأعمال، ما بحاجة إلى التجار، بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى الأطباء، بحاجة إلى الجنود، الإسلام بحاجة إلى كل، فكلهم يعملون لهذا الدين في مجال أعماله، لكن على المسلم أن يحتسب الأجر والثواب عند الله حتى ينال الأجر من الله عز وجل، وإلا فكل منا يعمل لهذا الدين ويعمل لمصلحة إخوانه. كمثل جسد الواحد،
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فعلينا أن نحسن النية والقصد لهذا الدين ولنفع المسلمين حتى نكون عند الله سبحانه من العباد الصالحين، وننال من الله الأجر والثواب يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم أشرفكم نسبا أو أكثركم مالا أو أكثركم علما، لا، أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو كان عبدا حبشيا أو فارسيا أو هاشميا من بني هاشم أو قرشيا من قريش، هذا الاعتبار له عند الله، هذا إنما جعل لأجل التعارف بين الناس فقط، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، يعرف بعضكم بعضا، يعرف قريبه، يعرف من هو من جلدته، يعرف فقط لأجل التواصل والتراحم فيما بينه. وأما عند الله فالله لا ينظر إلى الأنساب، إنما ينظر إلى الأعمال، وكل عامل منا فهو يعمل لهذا الإسلام وللمسلمين، فلينظر في العمل وليحسن في العمل وليصلح النية في عمله، وليحترم إخوانه المسلمين، لا يحتقر أحدا، لا يؤذي أحدا، كلكم إخوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد لأخيه أخيه في الدين، ليس المراد أخوه في النسب، بل أخوه في الدين، هو أخوه أقرب لك من أخيك في النسب، أخوك في الإسلام أقرب إليك من أخيك في النسب، لأن أخاك في النسب قد يكون بعيدا عنك في المحبة وفي الأخوة ويقاطعك، لكن أخوك في الدين كأنه منك وأنت منه، فأخوة الإسلام مقدمة على أخوة النسب. ثم نعلم أن كل واحد منا يعمل للإسلام، سواء كان جنديا، سواء كان تاجرا، سواء كان قاضيا، سواء كان مدرسا، كلنا نعمل لهذا الإسلام كالجسد الواحد، والناس كالأعضاء في الجسد، المسلمون كالأعضاء في الجسد، كلهم يخدمون هذا الجسد، ويتكون الجسد منه، كذلك يتكون الإسلام بالمسلمين في تعاونهم، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فلا يجد المسلم على أخيه الحقد والبغضة والحسد، وإنما يجد لأخيه المسلم المحبة والأخوة الصادقة والتعاون على البر والتقوى والترابط بين المسلمين، هذا هو المطلوب الذي خلقنا الله من أجله. وإنما النسب إنما هو للتعارف فقط، تعرف أن هذا من أقاربك، أن هذا من أسرتك، أنه من جماعتك، لكن لا يوجب هذا أن تقدمه على غيره إذا كان على غير الدين، إذا كان على غير الدين فلا تقربوا، لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني تحبونهم ويحبونكم وهم أعداء لله وأعداء للمسلمين، لا تحبوا ولو كانوا أقرب الناس إليه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لا
تجد قوما ما فيهم قوم مسلمون على هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون، ويكونون في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أما أهل النار فيلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتلاومون والعياذ بالله، أما أهل الجنة فيتحابون على مجالسهم، يتقابلون على مجالسهم كما كانوا في الدنيا على دين الله وعلى المحبة في الله، كانوا في الجنة كذلك، فعلينا أن نكون كذلك، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يثبتنا عليه. ثم تعلمون ما يموج فيه العالم اليوم من الفتن والشرور التي لا تقتصر على أهلها ومواطنها، بل تأتيكم تزحف بواسطة وسائل النقل ووسائل الكثيرة التي تبث فيها الشرور وتصل إلى الإنسان على فراشه وفي أقصى بيته إلا من رحم الله. علينا أن نحذر من هذه الفتن وأن نطهر بيوتنا منها وأن نمنعها عن عوائلنا ومن تحت أيدينا، فإنها غزو قبيح، تغزو البيوت، تغزو الأسر، تغزو الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه نار تدخل في بيتك تحرق أولادك تحرق أقاربك، امنعها عن بيتك، بيتك لا أحد ينازعك فيه، حتى الملك ما يستطيع يتصرف في بيتك، بيتك تحت إمرتك وتحت سلطتك ولا يدري عنه إلا أنت، فأنت المسؤول عن ما في بيتك. نتق الله سبحانه وتعالى في بيوتنا وأولادنا، ونتناصح بما بيننا مع إخواننا مع جيراننا مع من حولنا، نتحاب ونتراحم ونتناصح ونتعاون على البر والتقوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل فيما نقول وفيما نعمل وفيما نعتقد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شكرنا على هذا البيان وهذه الكلمات، التي أسأل الله أن يجعلها في موازين أحكامه يوم القيامة وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. الآن نترك مجال لبعض الملاحظات والأسئلة للزملاء قبل أن أعطى الأسئلة المكتوبة. شكر الله رب شيخنا هذه المحاضرة وجزاه الله خيرا على تبشره المصالح والوصول إلى هذا المكان. نحن اليوم سعيدين بمحاضرته وقوله والاستماع فيه. هذا الأمر هذا الآخر وضيفة الشيخ العالم الإسلامي في هذا الوقت يمر بمرحلة صعبة، وخاصة ما يتعلق بالحجم الشرسة على أهل السنة بالتحديد. واليوم مثل ما تفضل معاليكم علينا واجبات كثيرة تجاه ديننا أولا ثم وطننا وحماية مقدراتنا واقتصادنا وبلادنا بلادنا وحماية الحرمين الشريفين. هل يتفضل معاليكم ويعطينا توجيها فيما يتعلق بهذه المسؤولية وكيف نستطيع أن نواجه هذه الإشكاليات الكبيرة
التي أصبحت تفيد بنا من كل جانب. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم، كما تفضلتم، نحن الآن مهددون من كل جانب من الكفار والدول المعادية للإسلام والمسلمين على وجه العموم ولهذه البلاد خاصة. علينا أن نواجه هذا المد القدير، أن نواجهه بالاستعانة بالله أولا ثم بمقاومته، كل بما أعطاه الله، أولا بمدافعته ورد الشبهات، وهذا من شأن العلماء، وثانيا الرد بالقوة، وهذا ما واجب الجنود، واجبكم رد بالقوة والمدافعة عن هذه البلاد وحدودها، وحتى من الداخل من وجد يتربص بها، يعني هنا أعدى من الداخل أيضا، فيجب أن نتنبه لهم وأن ندافع شرهم عن المسلمين بما يليق بهم. وأيضا علينا أن نتعلم قبل الدخول في مجال العمل، يكون عندنا علم كيف نواجه هذه الأشياء، نتعلم كيف نواجهها، والتعلم يكون تعلم ديني، ويكون تعلم عسكري، ويكون تعلم سائر الفنون التي نحتاج إليها في المدافعة عن بلادنا، عن الإسلام أولا ثم عن بلادنا. أيضا التعاون فيما بيننا وعدم التخاذل، نتعاون فيما بيننا، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، نحسن النية ونعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله، كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، نحن مسؤولون كلنا عن هذه البلاد وعن أهلها، نحافظ عليها. المدرس في فصله، القاضي في محكمته، الداعية إلى الله في محاضرته وكلمته، كل عليه واجب، خطيب الجامع في خطبته مدافع عن هذا الإسلام، ونكشف ما يلقى علينا من الشبهات ومن الاعتراضات الباطلة، نبينها للناس لئلا يغتروا بها وينخدعوا بها، نكشف الأعداء من الداخل والخارج ولا نتستر عليهم، هذا واجب الجميع. نعم. يا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، زعم مجرى الإعراض ما قد تمثل في زعم السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس جمع لهم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. في ظل هذه الآية المفضلة لمن التزم بشرع الله وفي ظل ما تعرض له العالم الاسلامي من هجره شرسه وصفه عامه وعلى المملكه وصفه خاصه، نود من فضلك الكريم ذكرهم بلقائه ولو بسنه او بشكل مختصر مع شكر كثير تركوا. الهجوم على الإسلام ليس جديدا، هذا قديم، وهذه الآية التي ذكرتها وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعونكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء،
واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات نزلت بعد وقعة أحد، لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من النكبة بسبب خطأ ارتكبه بعضهم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم في مواضع للحراسة. فلما انتصر المسلمون على الكفار في وقعة أحد وصاروا يجمعون الغنائم، هؤلاء قال بعضهم لبعض: ننزل ونترك مواقفنا لنشارك إخواننا في جمع الغنائم. فنهاهم قائدهم عن ذلك، الرسول قال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت النكبة، رجع عليهم الكفار من جديد مع الجبل الذي تركوه، انقضوا على المسلمين، فأصبح المسلمون بين فكي الأسد من هنا ومن هنا، أحاطوا به، ودارت المعركة من جديد بسبب هذه المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الجبل. قال لهم: لا تتركوا الجبل، فتركوا الجبل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت العقوبة على الجميع. العقوبة إذا نزلت لا تخص المجرم، تعم المجرم وغيره، نزلت المصيبة بالجميع. فلما أدبر المشركون راجعين بعدما حصل على المسلمين، قال بعضهم لبعض: ما صنعنا بهم شيئا، نرجع إليهم ونستأصل بقيتهم. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في المدينة راجعا من أحد، فأمر أصحابه الذين خرجوا إلى أحد خصوصا وفيهم الجراح، فيهم الدماء تسيل، أمرهم بالخروج، فخرجوا بجروحهم ودمائهم طاعة لله ورسوله، ونزلوا في مكان قريب من المدينة يتحينون قدوم العدو. فلما علم المشركون بخروج المسلمين أصابهم الرعب، وقالوا: ما خرجوا إلا فيهم قوة. فألقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا وسلم المسلمون، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، ما زادهم ضعف ولا خور ولا خوف، زادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله، أي الله يكفينا، حسبنا الله أي الله كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل المفوض إليه أمور. جمعوا بين القول والعمل، العمل خرجوا يترصدون للعدو، والقول قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة أن الله هزم عدوه، فرجعوا سالمين والحمد لله، ورجعوا غانمين الأجر والثواب، لم يمسسهم سوء. هكذا يجب على المسلمين أن يكون. الآن الإرجاف في المسلمين كما تعلمون والتهديدات، ولكن يجب على المسلمين أن يستعدوا ويقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعتمدوا على الله مع إعداد العدة والقوة، ولم يضروهم أبدا بإذن الله. نعم. عندكم هيئة كبار العلماء، اسألوهم، ولا تسألوا كل من هب ودب أو تعالم أو نصب نفسه،
عندكم جهات رسمية مؤتمنة معمدة لهذا الشيء فارجعوا إليها. نعم. هذا السائل يسأل ما وصف معاني الآباء في تحصيل الأبناء عن الانحراف الفكري بشكل مثل الانحراف الروحي؟ نعم، ما في شك أن الأبناء مسؤولية على الآباء أن يحموهم من الانحراف الفكري وقرناء السوء، أن يحموهم ويحافظوا عليهم. الإنسان إذا كان عنده غنم أليس يؤويها ويحفظها من الذئب والذئاب والسراق؟ هل الغنم أعز عليك من أولادك؟ حافظ على أولادك أولا، حافظ على أولادك من الأفكار السيئة، أخل بيتك من وسائل الشر، من الفضائيات الهابطة، من أخل بيتك من هذه الأمور، ولا تجعل يدخل بيتك إلا الشيء الطيب والإعلام الطيب الذي ينفع، محاضرات الطيبة، الوصايا الطيبة، تلاوة القرآن، مجالس أهل العلم، وهي كثيرة والحمد لله. وأبعد عن بيتك هذه الوسائل الفاسدة والمواد الفاسدة، لا تدخل بيتك، وبيتك بيدك، أنت تستطيع السيطرة عليه وأنت المسؤول عنه. نعم. أحسن الله إليك. أيضا السائل يسأل، يقول بعض الناس خاصة في أوقات الأمطار يتهور بنفسه وبصفته ويمن في أماكن خطرة أو يقطع بعض الطرق التي تقع السيل، وقد ينتج عن هذه المغامرة إما غرقه الله أو أسرته أو تعرض للأذى. ما توجه للناس في هذه الأوقات خاصة مع نزول الأمطار؟ لا يجوز هذا، لا يجوز المخاطرة والدخول في مواطن الخطر والأمطار والسيول. يبتعد الإنسان عن مواطن الخطر ولا يغامر في نفسه وفي أسرته بل لإخوانه المسلمين ولو كانوا من غير أقاربه. عليه يتجنب مواطن الخطر ويحافظ على نفسه وعلى أولاده وإخوانه، يفعل الأسباب، والله جل وعلا يقيه إذا فعل السبب فالله يقيه، أما إذا فرط فالله جل وعلا قد يسلط عليه بسبب تفريطه وبسبب مخالفته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما تجيبه من الناس في الاستجابة للأنماط التي أعلمني من عليه السلام التي مرضها على المباني والمحلات في متطلبات وسائل الإسلام والمواطن؟ نعم، هذا واجب، ما ينبه عليه الدفاع المدني يجب أن يعتبر وأن يعتمد وأن يعمل به، لأنه من باب الحيطة ومن باب اتخاذ أسباب السلام، فيجب العمل بما يقوله الدفاع المدني وما يعلنه، ويجب التمشي على توجيهات الدفاع المدني. نعم. سأل يقول مع الشيخ نجاحات الجانب الأمن في العمليات الاستخبارية لمحاربة فئة طالب الخطر عليهم قبل التكلف بعمل الإجرام. نجاحات الجانب الأمن في العمليات الاستخبارية لهذه الفئة طالب الخطر عليهم قبل التكلف بعمل الإجرام، كلمتكم مع الشيخ للرجال الأمن عموما في مواجهة هذا. نقول جزاهم الله خيرا على هذا العمل، هذا من الجهاد في سبيل الله، من الدفاع عن الإسلام والمسلمين، هم مأجورون على ذلك، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم وللمسلمين، ولهم الأجر في ذلك، لأنهم يحرسون ويحرسون بلاد المسلمين ويحرسون بلاد الإسلام، فهم على خير عظيم، وهذا من الرباط في سبيل الله عز وجل. عين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فرجال الأمن يحرسون في سبيل الله، كل على عمله، كل على عمله الموكول إليه، كلهم يحرسون
في سبيل الله، سواء على الثغور أو داخل البلدان، كلهم يؤدون عملا طيبا لحماية المسلمين وحماية الإسلام أولا وحماية المسلمين من الأخطار، فهم على أجر عظيم وثوابهم من المرابطين في سبيل الله في أي مكان يكونون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولاً معالي الشيخ الدكتور صلى الله عليه وسلم عن الكتاب المسلم خير الجزاء لما قدم في هذا البلد. ثانياً أصبح وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير جداً على أبنائنا وضدان، يعني ما كانوا من 20 إلى 30، فيعني أصبحت الأسرة يعني قللت منها على الجانب، وهناك تنظيمات في الداعش وغيرها يتبادل الأسرة منهم، قد سبق بما يسمى الجهاد الذي يزعمون أنه يعني فيتبادل الأب الحديث يعني يكون الأب بين حكمتين، أنه يعرف ربما يدل على أن من الخروج أو مع أهل الخير، أو أن أيضا الحق على الإنزال المخدرات في الجانب الآخر، فيعني نأمل من معاليمهم يعني توضيح أكثر في كيف نحمي أبناءنا من هذه الحملة الشرسة ومن هذا الانحراف الفكري السائد في هذا المشروع. لا شك أن المسلمين الآن تحيط بهم أخطار عظيمة من الخارج وحتى من الداخل، من المتسللين بيننا ومن دعاة السوء بيننا، ولكن مع التوكل على الله وفعل الأسباب تندحر كل هذه الشرور. أما مع الإهمال والتغافل فإن هذه الأمور تسري بيننا حتى تنتشر بيننا وتأكل الأخضر واليابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر اليوم أكثر من ذي قبل، علينا الحذر والتناصح والتعاون والترابط وحفظ أولادنا وتطهير بيوتنا من هذه الوسائل التي تجلب الشرور. علينا أن نحافظ على أولادنا، والجهاد يا أخي الجهاد هذا له ضوابط، كل من حمل سلاحا أو ذهب إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب يكون مجاهدا، لا، الجهاد بيد ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر به فإننا نجاهد معه حماية لهذا الدين وحماية للأمن. أما أن نطيع هؤلاء كل من دعا إلى الجهاد، ما هو جهاد، هذا فتنة، ما نسمي هذا جهاد، نسميه الفتنة. الجهاد له ضوابط وله أحكام خاصة، وهو بيد ولي أمر المسلمين، إذا أمر به امتثلنا فنحن تبع ولي أمرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة بن اليمان لما ذكر له الفتن، قال ما تأمرني عند إن أدركني ذلك، يقول حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الواقع من الفتن بإذن الله، أن تكون مع المسلمين ومع إمام المسلمين. ولهذا تسمعون في خطب الجمعة وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلزوم الجماعة والسمع والطاعة ولي أمر المسلمين وتجنب البدع والمحدثات ولزوم السنة، هذه هي سبل النجاة بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم الشيخ. يسأل يقول أعمال فعلا من إخائنا والمعارض والرمي للسلام والبائية والشماعية، أعمال الدفاع المدني من إخائنا والمعارض وبرامج السلام والبائية والاستدامة والمعارض والدورة، هل يجب هذا المكان المعارض في سبيل الله لأن أعمال المعارض عن السلامات والمعارض؟ نعم، كل ما هو في صالح الإسلام والمسلمين من الأعمال العسكرية كله من الجهاد في سبيل الله، كله من الجهاد في سبيل الله. فعليكم بإصلاح النية، وعليكم بطلب الأجر من الله في أعمالكم، وأنتم على خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم على الشيخ. يسأل يقول لنا في بعض الإدارة تعمل استقطاب المتطوعين من أبناء البلد ومساعدة الدفاع المدني في أعمالهم، توجيهكم لهم وعافهم. نعم، هذا شيء طيب، الاستعانة بأبناء المسلمين يكون سندا للدفاع المدني، هذا من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليك. نسمع أحيانا بعض الناس يقولون إذا استفتي ضدك وأخذك الناس وأخذوك، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما أمن من فضيلتكم أحسن الله إليك بيانا يعني المعنى استفتي. المعنى إذا سمعت الفتاوى فأنت تتبع ما يطمئن إليه قلبك، لأن القلب المؤمن يطمئن في بعض الأشياء ويستنكر بعض الأشياء، فإذا اطمئن قلبك إلى قول عالم من العلماء فالزمه وخذ به، وإذا نفر قلبك فابتعد عن ذلك. نعم. يقول إذا كنت مسافرا كان وقت صلاة المغرب وقبل الدخول وقت صلاة العشاء نصف ساعة وجدت أناس يصلونك في مسجد قريب، هل أصلي معهم أو أنتظر حتى وقت صلاة العشاء ثم أرجع عن المغرب مع العشاء؟ لك لما دمت مسافر لك أن تجمع جمع تقديم تصلي معهم وتجمع، ولك أن تؤخر وتجمع جمع تأخير حسب الأرفق بك. نعم. أحسن الله إليك. من أراد أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر هل يلزم أن يتابع بينهما أو يجمع بينهما ووقت على الصلاة؟ لا، الجمع معناه أن تكون الصلاة بعد الصلاة مباشرة، لا يفرق بينهما إلا بمقدار الإقامة أو الوضوء الخفيف. نعم. يقول صليت الظهر في الرياض وذهبت إلى الطائف أدركتني صلاة العصر في الطريق، هل أصلي العصر إلا اليوم أو أربعة؟ نعم. يقول صليت الظهر في الرياض وذهبت إلى الطائف وأدركتني صلاة العصر في الطريق، أصليها العصر إلا اليوم أو أربعة؟ اقصرها لأنك مسافر، اقصرها ركعتين لأنك مسافر، ما هو بلازم أنك تجمع، تقصر غير الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه الشفاعة عند الخلق، عند الولاة، عند أصحاب اللي عندهم حوائج الناس، ما فيه مصلحة لأخيك اشفع فيه وأنت على أجر، أما ما فيه مضرة فهذا لا تقربه ولا تشفع فيه، ابتعد عنه. نعم. يقول تطورنا الشيخ تطورت في الكلام إلى تآخر مع المسلمين كافة، يقول تطورت في مع الكلام إلى التآخر مع المسلمين وهم به، ابتعد عن الآخرة. يقول ما يشمل هذا الآخر من يقتلونه من أعلى نبيا؟
الاختلاف يختلف، إن كان اختلاف في العقيدة لا ما نقربهم ولا نتفق معهم، أما إن كان الخلاف في غير العقيدة في أمور الفروع والفقه فمن كان معه الدليل نأخذ بقوله، ومن خالف الدليل لا نأخذ بقوله، عندنا الدليل، دليل من الكتاب والسنة، فالقول الذي عليه دليل نأخذ به والقول المخالف نتركه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يشرع للرجال الفاعل المدني جمع الصلاة أثناء الأمطار في وقت الأمطار وهم في مفاضل مرافق تحصل بالعيد الطوارئ؟ نعم، إذا كان الأمر يستدعي أنهم يجمعون لأن الطوارئ تحدث وتشغلهم عن الصلاة يجمعون. نعم. يقول كيف يمكن تحقيق التوكل على الله ودرسه في النفس؟ هذا يرجع إلى الإيمان، قوة الإيمان وضعفه، إذا قوي الإيمان قوي التوكل على الله والاعتماد على الله، إذا ضعف الإيمان يضعف التوكل على الله. نعم. يقول حين ما نقول للسائل أو للناس اتصل بعلمائه واستفدهم واسألهم يقول في الوصول إليه مشقة، ما تعليقكم على هذا الكلام؟ ما هو صحيح، ما ليس في الوصول إليه مشقة، وقت الدوام مكاتبهم مفتوحة، وفي غير وقت الدوام عندك الاتصال بالتلفون بالجوال ويجيبونك إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل هو أهم المشروع الدعاء لعامة المسلمين بالستر والجنة الواقع؟ ها؟ يقول هل يشرع أن يكون الدعاء لعامة المسلمين بالستر والجنة الواقع؟ نعم، يكون لذلك الرزق الحلال، يعني الرزق الحلال الواسع، ويكون بالستر أيضا يستر الله على